مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. اهلا بكم سيد عمر. بدايه، مجلس محافظه نينوى يقول ان وزاره الهجره ووزاره التجاره تمنعان وصول المساعدات الانسانيه، كيف تقرا هذا التصرف من الوزارات الحكوميه؟ اهلا وسهلا بك وتحياتي للمشاهدين الكرام. هذا التصرف انما ينم عن حقيقه السياسه التي تنتهجها القوات الحكوميه والحكومه في المنطقه الخضراء، بان هذه من ضمن سلسله العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومه على المناطق التي حررت من داعش كما يسمى، وبالتالي فهذا هي من ضمن السياسه وليس بعيدا عنها حينما تقوم هاتين الوزارتين بفرض العقوبات القسرية على هؤلاء المدنيين سواء كان في محافظة نينوى أو بقية المحافظات التي شهدت صراعا مسلحا في الآونة الأخيرة. وهذا بطبيعة الحال يتسم بوضوح حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها هذه المدن من قبل الحكومة ومن ضمن السياسيين الذين سيد عمر، ما المسؤولية الحقوقية وما التبعات القانونية على الوزارات جراء منعها لوصول المساعدات للنازحين؟ نعم، هذا إذا ما فرضت جملة وتفصيلا قيام هذه الوزارتين بمنع هذه الإجراءات الحقوقية أو القانونية لهذا الميدان، فإنها مسؤولة بشكل مباشر أمام القانون المحلي الذي يحتكمون إليه، ومن ثم إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد هذه الأفعال جريمة بحق الإنسانية وإبادة جماعية تقوم بها الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، لأنها ستضر بعدد كبير من الناس وليس بفرد، وهذا ما يسمى العقاب الجماعي وما يسمى بالإبادة الجماعية بطريقة واضحة للعيان من خلال منع هذه المساعدات ومن خلال منع الأمور التي سيقرها القانون في حماية المدنيين وتوفير الغذاء والدواء لهم بشكل مستمر وبشكل آمن، ويفرض عليهم أيضا تأمين هذه المواد حتى لو كان في زمن الصراع المسلح. يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها الإنساني تجاه المدنيين في حمايتهم وفي تأمين الغذاء والدواء لهم بشكل مستمر وبما يتناسب مع حجم الكارثة التي هم عليها. في سؤالي الأخير لك، النائب ابتسام خلف تقول أن تخصيصات المحافظات المنكوبة بالموازنة هو دون الحجم المطلوب أو دون القدر المطلوب أو الكمية المطلوبة، هل تعتقد أن هناك خطأ ممنهج لتفريغ المدن المدمرة برأيك؟ نعم، هذا هو الخط أو الخطة المباشرة في تنفيذ هذه إفراغ المدن من أهلها وبالتالي التهجير، وتعاني هذه المناطق أيضا من الهجرة العكسية بسبب أنه هو الحكومة لم تعد تهتم ببناء البنى التحتية، وبالتالي تضطر هذه الجماعات البشرية في محافظة نينوى وفي غيرها من المحافظات أن تترك مدنها وقراها إلى المحافظات الأخرى، وهذا شكل صريح وواضح بأن الحكومة تتعمد بإفراغ هذه المناطق وتهجير أهلها بطريقة أو من خلال الحروب ومن خلال الإهمال المتعمد من عدم بناء البنى التحتية، وكل هذا يندرج تحت نظام الجرائم الدولية لحقوق الإنسان، وهي تنم عن بشاعة تصرفات هؤلاء المسؤولين في الحكومة، حكومة بغداد منذ عام 2003، وتترجم هذه الأفعال بأنها تقود العراق والعراقيين إلى الهاوية بسبب النزاع السياسي ما بين الكتل السياسية. فلو كانت الحصة التي يدفعونها لشراء وزارة ما يدفعونها مقابل بناء البنى التحتية لكان أفضل. وضحت الفكرة سيد عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.